رسمت دمشق القديمة مجزرة قانا والنازحين وضحايا الحروب. شحنات من المشاعر اختصرت في لوحاتها التجريدية تظهر مكنونات إنسانية عميقة. أسماء الفيومي تقبض على الروح وتجمدها في لوحات لتسرق منا دمعة أو صمتا مفاجئا. هاي المرأة يلي جواتي، أنا بعاني من كل هالأمور، فلما برسم بعكس هذا الاحتدام الداخلي على السطح البراني. أنا بعتقد إنه الفن هو إعكاس للاحتدام الداخلي للفنان. يعني أنا برسم مشاعر، ما برسم شبه. الصخب جواتي ممكن يطلع شوية خطوط محتدمة، الأحمر مثل ما قلنا، الأزرق، الأخضر أحيانا. فأنا بقول إنه الصخب اللوني بيفقد اللوحة صمتها الجميل. فالصمت جميل مثله مثل السرسرة ولكن أجمل. تقول إنها ليست مسيسة، وإنما من يتابع أعمالها يرى تطوراً ملحوظاً تأثر بمجريات الأحداث المحلية والإقليمية العربية. فمنذ معرضها الأول عام 66 التجريدي المحط وحتى الساعة، اتخذت لوحاتها معادلة تشكيلية خاصة تترجم ما وراء المرئيات، إلى أن اصطدمت بهزيمة حزيران عام 67. وما عادت لوحاتها تحيا من دون الآلام، آلام اللحظة والمعالم الواضحة ممزوجة بالتجريدية لترجمة نشاز المجتمع. أنا بديت كفنانة تشكيلية، بديت بالواقعية الفنية، بالواقعية. فجأة بلشنا بالتجريد، لغيت وكسرت كل القيم القديمة والأشكال، ولغيت الخطوط وبلشت أشتغل على التجريد والبقع اللونية وتردادها، وحاولت أقترب من الموسيقى إنه دوري مي فاصول لاسي، طيب أحمر أصفر أزرق، فترة من الفترات. بعدين بتطلعي بعد فترة بحس إني أنا بدي أتواصل مع الجمهور أكثر، فبحاول حط عيون طفل، حاول حط أنف، حاول حط إيد قدم، حاول. وشوي شوي بلش يفوت الشكل اللي أنا اخترعته وابتدعته، ما هو الشكل الواقعي للوحتي. فلما دخل للوحتي فصارت اللوحة معبرة أكثر ضمن مقاييسي التجريدية، ضمن التجريد اللي أنا دخلت فيه زمان. فأنت بتشوفي اللوحة بتشوفي التجريد موجود، ولكن ضمن معطيات بدي أقول شيء للناس فبقوله. رسم بمفهوم فيومي يؤرخ الهوية العربية، يذكرنا بأبناء جيلها كأسعد عرابي وصخر فرزات. وإذا دل على شيء فعلى حيرة فنانة سورية عصامية مخلصة للواقع تتطور مع متغيراته. كثير مبسوطة أو سعيدة لأني عم أعرض بلبنان، هذا طموح أني أعرض بلبنان، لأن لبنان عبارة عن مدينة ثقافية، بيروت ثقافية رائعة جدا، وأنا سعيدة جدا لأني عم أعرض هون. والجمهور اللبناني كثير متفهم، كثير جمهور مثقف، وهذا كثير حلو. هيدا مش كل شيء، فوسط بيروت إلى جانب الفن السوري ضم الفن السعودي الذي فسر أحداث 11 من أيلول في مجسم عرض في كيو جاليري نتابعه في التحقيق المقبل. من عاصمة الفن والثقافة من وسط المدينة، دارين شاهين، قناة الجديد.